أن يكون معنا في هذه الحلقة النقاشية العالم اللاهوتي الآب الدكتور أثناسيوس حنين من اليونان، ومن كاليفورنيا الأستاذ منير بشاي رئيس منظمة أقباط كاليفورنيا المسيحية، ومن شيكاغو الدكتور عماد شنودة عضو مجلس إدارة منظمة التضامن القبطي. أهلا بكما جميعا وأهلا بكما مشاهدينا الكرام. نبدأ بأبونا أثناسيوس حنين. مساء الخير يا أبونا. مساء الخير، تسمعني؟ مساء الخير يا دكتور أستاذ مجدي. أنا قبل ما ندخل في حياتي ليك وللفضائية المباركة العرمية التي نتمنى أن نراها قريبا في الشرق الأوسط، ولضيوفك الكرام. أشكرك، وقريبا ستكون على الشرق الأوسط إن شاء الرب وعشنا. أبونا، قبل ما ندخل في محاور الثلاثة اللي اتكلمنا عنها، أنا في سؤال بطرحه: ليه مفيش دراسات لاهوتية باللغة العربية عن المسيحية وحقوق الإنسان، المسيحية ومقاومة الاضطهاد، المسيحية ومقاومة الطغيان والاستبداد؟ ليه؟ تفسيرك إيه؟ نعم أستاذ مجدي، حقيقة أنه لا يوجد لأسباب عدة أن الأمر حينما يتعلق بحقوق الإنسان فالشرق لا يريد أن يقرأ لاهوتا يتعلق بحقوق الإنسان. وفي الحقيقة الحقوق الإنسان هي حقوق الله، لا يوجد أي دفاع عن الإنسان إلا له أثرا في قلب الله نفسه، هكذا أحب الله الإنسان. فأولا أنه يعني ما فيش في نوع من التعتيم على هذه الدراسات. ثانيا تجريم كل ما يأتي من الغرب. الآن أردنا أو لم نريد التطور اللاهوتي والفكر الراقي وبحث النصوص والوثائق الأصلية هي عمل غربي. نعم. ولهذا من السهل الهروب في موجة تكفير الغرب، يظن المسيحيون أنفسهم أنهم يجاملون أهل بلدهم حينما يرفضون هذه الدراسات. ثالثا أنت تعلم وأنت باحث وموثق وأنه البحث مضني ومكلف. نعم. ويحتاج إلى ناس ينكروا زواتهم ويفتحوا قلوبهم للحقيقة. نعم. رابعا اللغات الأصلية. يعني النهاردة الواحد يعمل بيزنس ولا يفتح بيتزا أسهل من أنه يشتغل في اللغات القديمة وفي هذا المجال. عمل مضني فعلا. والأسباب كثيرة جدا. نعم. لكن نعم. فعلا لا يوجد، وإن وجد إرهاصات هنا وهناك فهي تبريرية وليست نقدية علمية. نعم. أننا أتي من الغرب ما يبررني أن أهاجم الغرب لاهوتيا، ليس أن أعيد قراءة نفسي من خلال الوثائق الأصلية. وإذا أراد الرب في هذا المساء يعني عندنا مراجع كثيرة نتكلم عنها. نعم،